زلنا نتواصل مع انطلاقة الكبار والتحديات الكبار التي تنطلق في هذا الصباح، حيث خصص هذا الصباح لانطلاقة الحول والزمول المملوكة لأبناء القبائل التي تتنافس من أجل حصاد الفوز والناموس في هذا المهرجان القالي، مهرجان جائزة زايد الكبرى. ينطلق على البركة رابع أشواط هذا الصباح، الشوط الرابع الخاص بالزمول المهجنات التي تنطلق بهديرها، هدير التنافس والتحدي في هذا الانطلاق الرائع والجميل، حيث نتابع مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الأول يأتي المفتي على مقدمة هذا الشوط لينطلق منذ بداية هذا الشوط مع المركز الأول لسيد سعيد بن غلام بن موسى البلوشي من يحتل صدارة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، غياض يأتي في المركز الثاني لسيد علي بن سالم بن سنيد الدعية من يقدم غياض خلال هذه الانطلاقة مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث، تابع المركز الثالث، هذا هو مهاوش لسيد ملحان بن راشد بن حبيبة المري، خذ المركز الثالث والمركز الرابع، وصول أيضا من زعبران مع المركز الرابع في هذه اللحظات وفي هذه التحديات. هذا هو زعفران حمد بن محمد بن حب العامري من يقدم زعفران في المركز الرابع والمركز الخامس. تدخل ايضا براق مع المركز الخامس في هذه اللحظات لسيد منصور بن علي الاكتبي من ياتي ايضا مشاهدين الاعزاء بانطلاقه براق، هذا شعار بالخصم منصور بن علي بالخصم الاكتبي من يقدم براق في المركز الخامس والمركز السادس. مصدع يتواجد بسادس المراكز في هذه اللحظات لسيد حمد بن عبد الله بن عيد المنصوري ياتي في المركز السادس في هذه اللحظات. بينما ننتقل الى المركز السابع من الجانب الاخر، تدخل ايضا هيلمان لسيد محمد بن مقبل بن عايض العتيبي من يقدم هيلمان، ولكن وصول من ايضا عاقل عبد الله بن ناصر بن مشيط المري من ياتي بانطلاقة عاقل ليكون ايضا عاقلا بأداء الرائع والجميل وتنقلاته المثيرة مع المركز الثامن. المركز التاسع هناك الذيب لسيد حمد بن سهيل بن خميس الشامسي، بينما المركز العاشر ينطلق ايضا ضيف في ارضية هذا الميدان عبد الهادي بن راشد بن محمد العاوي من يقدم ضيف في هذه اللحظات مع المركز العاشر. تابعوا هذه الاسماء العشرة، هذه هي الاسماء العشرة المنطلقة في هذا الشوط، شوط الزمول، احد الاشواط المهمة، احد الاشواط الرئيسية في هذا الصباح، لينطلق الكل بهذا الشوط حاملا للامال الكبيرة التي نتمناها بان تتحقق لدى كل المشاركين في هذا المهرجان القالي، امال الفوز والانتصار، العودة الى المقدمة، العودة الى المركز الاول. من يسيطر على مقدمة هذا الشوط؟ غياض بدأ بان ينتقل الى مقدمة هذا الشوط ويعلن بوجوده مع المركز الاول. هذا هو غياض، خذ المركز الاول. علي بن سالم بن سنيد بن محمد الدعية من ياتي ايضا بانطلاقة غياض على مقدمة هذا الشوط على المركز الاول. بينما المركز الثاني ياتي المفتي بهذا الاسم العملاق مع المركز الثاني في هذه اللحظات لسيد سعيد بن غلام بن موسى البلوشي من يقدم ايضا للمفتي. تحرك عاقل ليكون بالخبر العاقل مع الامتار الاخيره. هذا هو عاقل، خذ المركز الثالث لسيد عبد الله بن ناصر بن مشيط البري. والمركز الرابع تدخل ايضا في هذه اللحظات هتاش خذ المركز الرابع في هذا الانطلاق الرائع والجميل. هذا هو هتاش احمد بن مانع بن علي الشامسي من يقدم هتاش. بينما المركز الخامس ياتي مصدع، الله قادم مصدع بانجازاته الكبيره لينطلق في هذا الشوط، حمد بن عبد الله بن عيد المنصوري من ياتي مع انطلاقه مصدع بالمركز الخامس. المركز السادس وصل براق، خذ المركز السادس في هذه اللحظات براق لسيد منصور بن علي بالخصم الاكتبي من ياتي في انطلاقه هذا الشوط مع المركز السادس. بينما المركز السابع ينطلق ايضا هنا ضيف والخطير من الضيف، هذا هو ضيف مشاهدينا الاعزاء عبد الهادي بن راشد بن محمد العاوي من ياتي لدى انطلاقه ضيف في المركز السادس في هذه اللحظات والمركز السابع، نعم المركز السابع. المركز الثامن من الجانب الاخر
زعفران يتواجد في المركز الثامن في هذه اللحظات، حمد بن محمد بن حب العامري من يقدم مشاهدينا الاعزاء زعفران في المركز الثامن، بينما تدخلت الاسماء. هذا هو هيلمان، هذه هي انطلاقات هيلمان. محمد بن مقبل بن عايض العتيبي من ياتي لدى انطلاقه هيلمان في المركز التاسع والمركز العاشر. وصل صيفيان، وصل صيفيان اول نداء لصيفيان. مسلم القابر المري من ياتي ايضا بانطلاقه صيفيان في المركز العاشر، ولكن تدخل من الجانب الاخر الغزال، الغزال ليرقص كالغزال في هذا الانطلاق. احمد مغانم بن علي المنصوري من يقدم ايضا الغزال، خذ المركز العاشر في هذا الانطلاق. راقبوا بقيه السمول، تابعوا امامكم عبر شاشه ابو ظبي الرياضيه المؤسسه الاعلاميه الكبيره التي تنقل مشاهدينا الاعزاء هذا التراث، هذا الموروث الشعبي. العوده الى المقدمه، العوده الى الصداره، واخذوا حذركم في الكيلو الاخير، لان هناك يبدا هدير السمول، لا هدير الانتاج بل هدير التنافس والتحدي ما بين المشاركين. الله الله الله، مقدمه هذا الشوط المركز الاول غير عاقل، غير عاقل. لناتي بهذا الخبر العاجل لمتابعينا الكرام بان عاقل بدا باستلام صداره هذا الشوط، اعلن بوجوده مع المركز الاول. عبد الله بن ناصر بن مشيط المري من ياتي بانطلاقه عاقل على مقدمه هذا الشوط على المركز الاول، بينما قيام على المركز الثاني. علي بن سالم بن سليد الدعيه خذ المركز الثاني. تحركت الزمول، تحركت الزمول، بدا الانطلاق المبكر، بدا الانطلاق المبكر. خلاص خلاص، اخذ الحيطه والحذر من هذه الامتار الاخيره، من هذه الامتار الخطيره للقايه في هذا الانطلاق في هذا الشوط. ما زال ايضا عاقل على مقدمه هذا الشوط، ولكن من الجانب الاخر بدا التحرك، بدا الانطلاق هناك مره اخرى مشاهدينا الاعزاء على مقدمه هذا الشوط على المركز الاول، لينطلق الكل نحو ناموس هذا الشوط. عاد المفتي، عاد المفتي لاستلام الصداره كعاده مشاهدينا الاعزاء، كان ببدايه الشوط مع المركز الاول وتغيرت ايضا النتيجه، وعاد مره اخرى الى مقدمه هذا الشوط. سعيد بن اقلام بن موسى البلوشي من يعلن بانطلاقه المفتي على مقدمه هذا الشوط. المركز الثاني عاقل لا سيد عبد الله بن ناصر بن مشيط المري، بينما المركز الثالث وصل براك منصور بن علي بالخصم الاكتبي من ياتي مالك لدى انطلاقه براك في المركز الثالث. المركز الرابع، هنا التدخل مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات. الله الله الله، المنافسه القويه، الانطلاق القوي، التحدي المثير. غياض على المركز الرابع، غياض علي بن سالم بن سليد الدعيه خذ المركز الرابع، بينما المركز الخامس مصدع، مصدع حمد بن عبد الله بن عيد المنصوري من ياتي بانطلاقه مصدع في المركز الخامس خلال هذه اللحظات. والمركز السادس هناك مشاهدينا الاعزاء ياتي ايضا هتاش، هتاش خطير للقايه يا اخوان، هذا هو هتاش، هذا هو صاحب ايضا سجلات حامله، احمد بن مانع بن علي الشامسي من يقدم هتاش في هذه اللحظات مع المركز السادس. الله يا هذا الشوط، الله يا السمول، الله يا انطلاقه السمول. خلاص خلاص، بدينا بالدخول في المنحنى الاخير لارضيه هذا الميدان للتوقف وحده مباشره الى خط النهايه. العوده الى المقدمه، العوده الى المركز الاول. الله يا سلام، تحركت الزمول، بدات تاتي من كل حجم وصوب للانطلاق مع مقدمه هذا الشوط، وعاد عاقل، عاد عاقل الى مقدمه هذا الشوط، اعلن بالانطلاق مع الصداره مع المركز الاول. ولكن من الجانب الاخر هذا هو براك، هذا هو براك، تحرك مصدع، انطلقت الاسماء، تواجد عاقل في هذا الانطلاق. والمفتي، المفتي على المركز الرابع. الشوط خطير، الانطلاق خطير مع الامتار الاخيره، بدا الكل ينطلق لدى مقدمه هذا الشوط، لدى المركز الاول، المقدمه والصداره. براك على مقدمة هذا الشوط، منصور بن علي بالخصم الاكتبي من ياتي على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني مصدع، مصدع حمد بن عبد الله بن عيد المنصوري مع مصدع في المركز الثاني. المركز الثالث عاقل ياتي في المركز الثالث، عبد الله بن ناصر بن مشيط المري خذ المركز الثالث في هذه اللحظات. خلاص تحركت، بدأت تحرك، كيلو ونصف الكيلو، كيلو ونصف الكيلو اخواني المضمرين من لاكي الزمول.
المنطلقين في هذا الشوط بتحديد المسافة المتبقية. الله الله، بدأ الأسماء تحت المشاهدين الأعزاء مع الأمتار الأخيرة لينطلق الكل. تحرك المفتي، المفتي على المركز الرابع لا سيد سعيد بن غلام بن موسى البلوشي، بينما المركز الخامس الله صيفيان، صيفيان مسر بن جابر المري من ياتي لدى انطلاقة صيفيان، وعاد غياب، غياب غياب سالم أو علي بن سالم بن سيد الدعية مع المركز الخامس في هذه اللحظات. هناك الوصول من الأسماء الخطرة، وصل عيلان، عيلان عيلان سالم بن صالح بن مقارح مع المركز الخامس أو المركز السادس الكيلو متأخير، منافسة هذا الكيلو، انطلاق هذا الكيلو. الأسماء بدأت بالتدخل، الكل بدأ يقير من موقع إلى مركز متقدم في هذا الانطلاق الرائع. والقبل لا لا مصدع مصدع، ومن الجانب الآخر هناك براق، براق ومصدع، مصدع وبراق، ويأتي أيضا عاقل، عاقل عاقل مع المركز الثالث يأتي بهذا الخبر العاقل في الأمتار الأخيرة، الانطلاق الأخير، الأمتار المجنونة لينطلق الكل نحو مقدمة هذا الشوط. وهذا هو مشاهدينا الأعزاء، براق على المقدمة، براق على المركز الأول لياتي بالانطلاقة الرائعة والجميلة. منصور بن علي بالخصم الاكتبي من يقدم براق، وصول أيضا مصدع حمد بن عبد الله بن عيد المنصوري، وتحركت الزمول، انطلقت الزمول، وصول خطير، وصول خطير من صاحب المركز الرابع. هذا هو مشاهدينا الأعزاء، القزال، القزال أحمد بن قانم بن علي المنصوري من ياتي مع انطلاقة القزال، ولكن خلاص خلاص التنافس الثنائي، التحدي الثنائي، مصدع وبراق، براق ومصدع، مصدع وبراق، براق ومصدع. الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله، براق 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 على المقدمة، براق على المركز الأول، مصدع على المركز الثاني، تحدي ثنائي، براق 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 مع الأمتار الأخيرة ياتي بانطلاقة رائع وجميل ليحقق ناموس هذا الشوط. منصور بن علي بالخصم الاكتبي تهانينا، والناموس المركز الثاني مصدع حمد بن عبد الله بن عيد المنصوري، بينما المركز الثالث كان مشاهدينا الأعزاء في هذا الانطلاق الرائع والجميل كان القزال في المركز الثالث أحمد بن غانم بن علي المنصوري، والمركز الرابعة صيفيان مسفر بن جابر بن راشد المري، والمركز الخامس من نصيب أيضا الفيصل سالم بن عنزان النعيمي أتى في المركز الخامس. ما شاء الله تحدي وإثارة حتى الأمتار الأخيرة، ولكن استطاع مشاهدينا الأعزاء براق أن يحقق ناموس هذا الشوط ليهديه إلى مالكه منصور بن علي بالخصم الاكتبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار والأداء الرائع والجميل والمميز للغاية مع الأمتار الأخيرة، حيث كان التنافس ثنائي في الأمتار الأخيرة ما بين براق ومصدع لسيد حمد بن عبد الله بن عيد المنصوري، من حل أيضا ثانيا في هذا الانطلاق المميز. هذه هي لحظات البداية، لحظات أيضا مشاهدينا الأعزاء الدخول في الأمتار الأخيرة ليأتي الكلب الانطلاق الرائع والمميز ويحقق أيضا ناموس هذا الشوط من خلال أيضا انطلاقة مشاهدينا الأعزاء براق منصور بن علي بالخصم الاكتبي. تهانينا والناموس، هذه هي لحظات التنافس حتى الأمتار الأخيرة، ولحظات أيضا اختطاف براق ناموس هذا الشوط بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 44 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسيد منصور بن علي بالخصم الاكتبي المركز الثاني، كان مصدع أيضا في المركز الثاني لسيد حمد بن عبد الله بن عيد المنصوري. توقيت الزمني 13 دقيقة 45 ثانية، جزئين من الثانية، والمركز الثالث أتى القزال لسيد أحمد بن غانم بن علي المنصوري من احتل المركز الثالث 13 دقيقة 46 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما.